اروح لمبادره تانية برضو مهمه جدا، وهي مبادره مراكب النجاه. في فتره ما كنا يعني كان عندنا مشكله الحقيقه في فكره المراكب اللي بتطلع بمواطنين طالعين هجره غير شرعيه، وللاسف منهم اللي بيروح في الدول دي ويعني بيشوف ايام صعبه جدا، او حتى اللي ما كانش بيلحق يوصل للاسف. الحمد لله ان احنا اصبح عندنا مبادره مهمه اطلقها السيد الرئيس بنفسه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتم جدا بالقضاء على هذه الظاهره، وفعلا حسب ما اعلن انه ما بقاش الحمد لله عندنا مراكب هجره غير شرعيه بتطلع. قولي لنا ده حصل ازاي؟ بس قبل ما تقول لنا حصل ازاي، لو ممكن اطلب من زمايلي ان هم يحضروا لنا اذا كانت جاهزه ممكن نعرض، خلينا نعرض الاول هذا الكليب الخاص بمراكب النجاه للفنان محمد فؤاد، ونرجع نتناقش في المبادره دي عملت ايه لحد النهارده. خلينا نشوف. يعني ده جزء طبعا من الأغنية ست الوزيرة. قولي لنا حققت ايه المبادرة لحد النهاردة؟ بالتأكيد انه اعلان السيد الرئيس في 2016 انه ولا مركب هجرة غير شرعية خرجت من السواحل المصرية، ده نجاح للدولة كلها، نجاح للدفاع، للداخلية، للخارجية، للهجرة، للأزهر، للكنيسة، لمنظمات المجتمع المدني. إنما في 2019 أعلن السيد الرئيس في مؤتمر الشباب العالم في شرم الشيخ مبادرة أطلق عليها مراكب النجاة، وكلف وزارة الهجرة إن هي تنفذ على الفور هذه المبادرة. ليه الرئيس يعني أطلق هذه المبادرة؟ المبادرة للحفاظ على نجاح الدولة منذ 2016، ما ينفعش إنه طالما نجحنا إن إحنا نسيب هذه الظاهرة، لابد إن إحنا نحافظ على هذا النجاح. وكمان السيد الرئيس سمى هذه المبادرة مراكب النجاة، كنا دايما بنتكلم عن مراكب الموت، مراكب الهلاك، إنما السيد الرئيس عايز يدي الأمل وعايز يدي الفرص البديلة. إحنا الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، هي ضد الهجرة غير الشرعية. عايز تسافر سافر، ولكن سافر بطريقة آمنة وبطريقة شرعية عشان تقدر إن أنت تبقى في الدولة الأخرى ليك حقوق وليك أيضا واجبات. طبعا عشان ننفذ هذه المبادرة كنا لابد إن إحنا نشتغل مع كثير من الوزارات ونعمل زيارات ميدانية نتكلم فيها مع الناس، مش بس توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لأن المهاجر غير الشرعي عارف كويس جدا هو داخل على إيه، إنما لابد إنه زي ما اسم المبادرة بيقول مراكب النجاة، إن أنا أديله الفرص البديلة وأديله التدريب وأديله التأهيل وأديله جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدل ما يدفع الفلوس في مركب ممكن إن هو بقرض صغير يقدر إن هو يعمل مشروع. فزرت الغربية، زرت الفيوم، زرت البحيرة، وأخيرا المنيا. مظبوط. بقسم فيها الشرائح اللي موجودة داخل كل محافظة، بمعنى مع المجلس القومي للمرأة بقابل السيدات، لأن السيدات في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية صوتها مسموع،
وهي اللي بتقول مين يسافر ومين يقعد، فلابد من توعيتها. فمع الرائدات الريفيات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة دربناهم عشان يقدروا يتكلموا مع هؤلاء السيدات. مع الشباب الصغيرين بتوع المدارس أيضا نزلنا، والحقيقة عملنا أنشطة كثيرة جدا عشان نعرفهم إيه مخاطر هذه الظاهرة. ومع الشباب اللي عايز يهاجر مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جبنا لهم من أبناء المحافظة اللي لجأوا لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجحوا وعملوا مشروعات. أنا لما بتكلم ممكن ما يصدقنيش، إنما هيصدق أهل قريته وشباب قريته. الحقيقة عملنا كل ده في الأربع محافظات اللي زرتها. مش بس بزور المحافظة ولكن أيضا بزور القرى داخل هذه المحافظات عشان أقدر أوصل الرسالة. بالتأكيد وجود منظمات المجتمع المدني معايا أيضا في التدريب وفي التأهيل، وأيضا الحقيقة في قروض ميسرة. جمعية الأرمان كانت معايا في المنيا وإدت الحقيقة قروض ميسرة لشباب محافظة المنيا يقدروا بيها أن هم يبتدوا مشروعات صغيرة. كل ده بيدي الشباب الأمل وبيديهم أيضا الثقة أنه الدولة واقفة جنبهم، مش بس مجرد توعية بمخاطر ولكن بتديهم أيضا ما يمكنهم من حياة كريمة.